بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى لنستعين بها على عبادة التدبر التي أمرنا وحثنا عليها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وبقوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اليوم معنا آيات من سورة آل عمران. نتعرف من خلال هذه الآيات على بعض أخلاق أهل الكتاب. القرآن اعتنى عناية فائقة بتعريف المسلمين بأهل الكتاب. لماذا؟ لأنه العلاقات ستكون ممتدة بين المسلمين وغير المسلمين من اليهود والنصارى، ولأنه أهل الكتاب من اليهود خاصة والنصارى أيضا، سيكون لهم دور في التاريخ إلى قيام الساعة. فتوجيه الأحداث والكثير من الأحداث العالمية زي ما احنا شايفين، أهل الكتاب من اليهود والنصارى لهم فيه يد. وبالتالي القرآن اهتمام بالغ بتعريف المسلمين بهذا الأمر. فنجد الآن في الصور التي معنا أو الآيات التي معنا في سورة آل عمران، الله عز وجل يقول فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. والآية التي قبلها يقول الله عز وجل فيها: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. والآية التي قبلها: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. الآية التي قبلها: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. هنأخذ هذه الآيات كده بالترتيب، ولاحظوا أن هذه الآيات جاءت مباشرة بعد تثبيت معنى معين تحدثنا عنه المرة الفاتت، وهو أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كرمز للدين القويم والخط المستقيم أولى الناس به، وأولى الناس باتباعه، وأولى الناس بالانتساب إليه هم المسلمون وليس اليهود ولا النصارى، خاصة بعدما حرفوا أديانهم وكتموا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. القرآن الآن بيدخل في نفسيات هؤلاء اليهود والنصارى، وبيعرفنا على كيف يفكرون، كيف تعتمل نفوسهم بالأخلاق المختلفة. فيقول الله سبحانه وتعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، تمنت جماعة من أهل الكتاب من اليهود خاصة لو يخرجونكم أيها المؤمنون عن دينكم، بحيث يرجع المؤمن بعد إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر. وما يضلون إلا أنفسهم. لماذا لا يضلون إلا أنفسهم؟ لأنهم بذلك يحجبون الخير عن أنفسهم، ويريدون أن يحتجب الخير عن غيرهم، ومن يفعل ذلك هو الضال وهو الخاسر وهو المعاقب عند الله سبحانه وتعالى. الحقيقة القرآنية هذه يا أخواننا بتؤكد على معنى مهم جدا، وهو أنه الكثير من أهل الكتاب
لا يتمنى أن يظل المؤمن مؤمنا أو يظل المتدين متدينا. الكثير من أهل الكتاب يعني قد يدعو المسلم إلى الكفر بالله أو إلى الإلحاد، لذلك لا نتعجب إنه كثير من الحركات الإلحادية في العالم أو كثير من الجماعات التي تطعن في الإسلام في العالم وراءها مجموعة من أهل الكتاب. يعني هو لا يريد المسلم أن يكون مسلما، هو عنده المسلم ما يكونش مسلم، عنده المسلم الأفضل أن يكون ملحد أو مش مؤمن بأي دين، أفضل ما يكون مسلم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طب إن لم يستطيعوا بالمقاتلة والحرب ماذا يفعلون؟ يفعلون بالتشويش والتشويه ووسائل الإعلام وإطلاق الإشاعات وإلصاق الإرهاب بالمسلمين، بحيث تمثل هذه الإشاعات حاجز بين الناس وبين دينهم، بين غير المسلمين والدخول في الإسلام، أو بين المسلمين ودينهم، بحيث المسلم يبقى مسلم ومكسوف إنه مسلم. إذن ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللي بيكيد في الحقيقة بيكيد لنفسه، واللي بيعمل بيعمل لنفسه أو على نفسه، وما يشعرون أن وبال الإضلال سيعود عليهم. ليه؟ لأن عذابهم في الآخرة سيكون مضاعفا لأنهم ضلوا وأضلوا. ثم تتوجه الآيات بعد ذلك بالخطاب لأهل الكتاب، فيقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تجحدون آيات الله الواردة في التوراة والإنجيل والتي تتضمن وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تكتمون أوصاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودة عندكم في التوراة والإنجيل وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدقا يقينيا كعلم المشاهدة والعيان؟ يعني أنتم تعلمون أنه نبي كما تعلمون أن هذا الحائط الذي أمامكم حائطة، كما تعلمون أن هذا الشخص الذي أمامكم شخصا، كأنكم ترون هذا بأعينكم. طيب إذن فهم يشهدون يعني يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كعلم المشاهدة والعيان، أو يشهدون كل يوم الدلائل الدالة التي تثبت رسالته صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. فهنعرف يبقى الآن عرفنا من الآية السابقة أن بعض أهل الكتاب يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي صادق تشهد الدلائل بصدقه، سواء هذه الدلائل موجودة في كتبهم أو موجودة فيما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصرون على الكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل: ليكشف عن خلق آخر من أخلاق بعض أهل الكتاب، فيقول: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، لم تحرفون التوراة والإنجيل فتخلطون المحرف بالحق، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، تكتمون وصف ونعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه رسول الله حقا وصدقا. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إذن من أخلاق بعض أهل الكتاب إن هم بيلبسوا الحق بالباطل، بيكتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور نبوته. ماذا يفعلون أيضا؟ يكيدون للإسلام. كيف يكيدون للإسلام؟ بإظهار الإسلام وإظهار أنهم صاروا مسلمين، ثم بعد ذلك يخرجون من الإسلام، ثم بعد ذلك يخرجون من الإسلام ويدعون أنهم اكتشفوا في الإسلام أنه ليس الدين الحق. طيب لما يدخل جماعة من يتظاهرون بالإسلام ثم يخرجون بعد ذلك من الإسلام، إيه اللي هيحصل؟ إيمان بعض المسلمين يتزعزع. فكانت هذه هي الخطة،
لذلك الإسلام حتى يغلق هذا الباب لا يقبل الإسلام أن يفعل مسلم ذلك. من حقك إنك لا تؤمن بالإسلام أبدا، لكن خد بالك إذا خدت القرار بالإسلام مش هينفع تتراجع عن هذا القرار في حد الردة. لماذا؟ حتى نحافظ على جماعة المسلمين غير مفككة. وبالتالي الله عز وجل يقول: وقالت طائفة، ليبين لنا نوع من الكيد. لذلك هتلاقوا الجماعات المرتدين، وفي الآن منظمات بترعى المسلمين السابقين في بعض الدول الغربية. فإذا من طرق بعض من يكيد للإسلام من بعض أهل الكتاب هو إنه يظهر ويرمز مسألة الردة. إذا استطاع أن يفعل ذلك بنفسه فعلها بنفسه، يعمل نفسه مسلم شوية وبعدين يخرج من الإسلام، أو إذا مسلم تأثر بهذا أو تأثر بغير هذا أو خرج من الإسلام لأي سبب من الأسباب، هذا المسلم يجد الدعم الكافي ويرمز وتفتح له وسائل الإعلام حتى يكون فتنة لغيره من المسلمين. وقالت طائفة من أهل الكتاب، ها شوفوا بقى الكيد، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، ادخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأظهروا إيمانكم أول النهار باللسان من غير اعتقاد بالقلب، حتى يثق فيكم المسلمون واطمئن إليكم، ثم بعد ذلك اكفروا آخر النهار، يعني بعد أمد قصير. إيه الهدف من هذا؟ الهدف من هذا لعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ضعاف الإيمان من المسلمين يشكون في دينهم واكفروا آخره، لعلهم يرجعون، لعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكون في دينهم قائلين: لماذا خرج هؤلاء من الإسلام؟ لابد أنهم خرجوا من الإسلام لأنهم وجدوا في الإسلام العيوب والنقائص فيتزعزع إيمانهم. ثم قالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ولا تصدقوا إلا أهل دينكم وأهل ملتكم. وده أمر طبيعي يحصل مع كل أهل الأديان، إن الواحد إذا كان على دين فإنه لا يأمن إلا لأهل دينه. لكن هذه الآية بتبين نصيحة بعض قادة أهل الكتاب لمن سيقوم بهذه المهمة، وهي مهمة تمثيل الإسلام. خلاص، فبيقول لهم: ولا تؤمنوا، قادتهم من الأحبار والعلماء يوجهون النصيحة لمن سيقوم بمهمة النفاق هذه، إنه يعمل نفسه مؤمن وهو غير مؤمن، يقول: ولا تصدقوا إلا من وافق ملتكم التي أنتم عليها. يعني أسراركم لا يعرفها غيركم، لا يطلع أحد على مكائدكم. وإذا هناك مكائد لا يطلع عليها أحد مهما كان قريبا منهم أو مهما ارتد، طول ما أنت مش على هذه الملة، طول ما أنت غير يهودي، يبقى أنت الآن يعني حتى وإن كنت أهل ثقة وقريب وكذا، لكن في الآخر لن نعلمك بكل خططنا. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قل لهم، قل يا رسول الله، قل يا محمد، إن الهدى هدى الله، فليس الهدى آت من موسى ولا آت من غيره. فتعصب هؤلاء لسيدنا موسى أو تعصب هؤلاء لليهودية ظنا منهم أنهم يفعلون بذلك ما يفرح موسى عليه السلام، أو ظنا منهم أنهم بذلك مهتدين على غير مراد الله سبحانه وتعالى، هذا غير صحيح. الهدى هدى الله، والله عز وجل جعل الهداية فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما اختاره هؤلاء. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله، قل إن الفضل بيد الله.
يبقى الله عز وجل أراد أن يعطي النبوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف مراد اليهود الذين كانوا ينتظرون النبوة لتنزل على واحد منهم. الله عز وجل تفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يفعل في ملكه ما يشاء. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تعال نرجع لما قاله السيوطي عليه رحمة الله تعالى في أسباب نزول هذه الآيات ونشوف ماذا قال. صفحة 57 في قوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب. روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن الصيف وعلي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة، الغدوة أول النهار، ونكفر به عشية يعني آخر النهار، حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن دينهم. فأنزل الله فيهم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يبقى إذن دي حكاية حصلت نزلت على بعدها أو على عقبها أو على إثرها هذه الآيات. الحكاية بتقول باختصار إنه من أخلاق بعض أهل الكتاب التآمر والكيد للدين. في ناس بترفض هذه الفكرة، تقول لك يا أخي أنتوا كل حاجة تقول لنا مؤامرة، هو عدم إيمانك، إحنا ما بنقولكش فسر كل حاجة بتحصل حواليك وفقا لنظرية المؤامرة، ولا بنقول لك برضو يعني لا لا تنكر نظرية المؤامرة نهائيا، لأنه مش من العقل إن الواحد ينفي برضو التآمر، لأنه التآمر موجود، حتى قالوا كده إن السياسة هي فن التآمر على الآخرين. ففي جزء من التآمر، نعم في جزء من التآمر، لكن هل من الصحي ومن المعقول أن كل الحوادث نفسرها وفق المؤامرة؟ لا مش صح. هل من الصحيح أن احنا ننفي المؤامرة؟ برضو مش صح. يبقى المؤامرة موجودة، لكن لا نفسر الظاهرة بأنها مؤامرة إلا إذا توفرت الدلائل. يبقى احنا لا ننفي تماما ولا نثبت، ويبقى عندنا هوس دي هوس المؤامرة. الآيات هنا بتقول حقيقة إن في تآمر وكيد على هذا الدين، هناك تآمر مستمر لا يتوقف إلى قيام الساعة على هذا الدين، وهذه الحقيقة يمكن أيضا الاستشهاد عليها بالرؤية التي نفهمها من القرآن، الرؤية التي نكونها لهذا الوجود من خلال القرآن، وهي إن هذا الوجود فيه صراع دائم لا يتوقف بين أهل الخير وأهل الشر. فطول ما احنا موجودين والشيطان موجود، طول ما المؤمنين موجود وشياطين الإنس والجن موجودين، دائما هناك حزب الله وحزب الشيطان. إذا كان هذا الدين هو الدين الحق، فبالتالي دائما في محاولات لهدم هذا الدين، حتى وإن ما كانتش على إيد أهل الكتاب، على إيد غير أهل الكتاب. لكن أهل الكتاب الواقع هنا إنه القرآن بيقول إنه هناك تآمر واقع من قبل أهل الكتاب أو بعض أهل الكتاب على الأقل، عشان ما نظلمش كل الناس، بعض أهل الكتاب على الأقل ما زال يتآمر وسيتآمر وكان يتآمر على هذا الدين. فدي حقيقة قرآنية لا نستطيع أن نحن ننكرها. طيب إذا هذا التآمر والكيد للإسلام، ماذا يفعل المسلمين؟ المسلمين عليهم أن هم يعدوا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة لا يراد بها القوة العسكرية فقط، لكن القوة الفكرية، القوة العلمية، قوة المعلومات، إن يبقى عندك مراكز بحثية بحيث لا تدع حد يؤثر في مجتمعاتك، سواء بالإشاعات أو بالسيطرة العلمية أو بالتجسس أو نحو ذلك.
فكل ده مطلوب حتى ترد كيد الكائدين عن بلدك وعن مجتمعاتك ونحو ذلك. ثم قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك قال: كانت اليهود تقول أحبارهم للذين من دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فأنزل الله: قل إن الهدى هدى الله. يبقى الله عز وجل هنا يرد عليه: لا تؤمنوا يعني لا تنقادوا إلا لمن كان يهوديا مثلكم. طب هم ليه بينصحوهم بهذه النصيحة؟ لأنهم يظنون أو يوهمونهم أن عدم الانقياد إلا لليهود اللي مثلكم هذا هو الهدى وهذا هو الطريق المستقيم. الله عز وجل ينفي عنهم ذلك فيقول: بل الهداية تكون في من جعل الله فيه الهداية، الهداية تكون في من اختاره الله ليكون مهتديا. طب الله عز وجل اختار من؟ اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار معه أصحابه، فهؤلاء هم أهل الهداية. يبقى إذن الآية سترد عليهم، فتريد الآية أن تقول: إذا أردتم الهداية فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. ثم قال في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، بعد ذلك بعد من الآيات أيضا بتبين شيء من أخلاق أهل الكتاب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لاحظوا هنا إنه الآيات من أول، من آية رقم 69 في سورة آل عمران: ود الطائفة من أهل الكتاب، وبعدين: يا أهل الكتاب لما تكفرون، ثم بعد ذلك: يا أهل الكتاب لما تلبسون، ثم: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا، ثم: ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم. كل هذه الآيات بيان لأخلاق بعض أهل الكتاب. ثم في النص الله عز وجل يعني لا يظلم ولا نعمم الحكم على كل أهل الكتاب، فيقول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، يعني منهم الأمناء الذين يمكنك أن تأتمنهم على مالك على تجارتك، منهم صادق القول صادق الكلمة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم سيء الخلق الذي لا تأتمنه ولا على دينار، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ثم تعود الآيات بعد ذلك لتواصل الحديث عن أخلاق أهل الكتاب، فيقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. بعض الناس ماذا يفعلون؟ يحلفون بالله عز وجل كذبا لتحصيل متاع الحياة الدنيا. طيب الحلف الكذب هذا قد يكون في أمور دينية وقد يكون في أمور دنيوية. في أمور دنيوية واحد عنده سلعة عايز يبيعها، فيحلف بالله كذبا إن والله هذه السلعة أنا اشتريتها بكذا وقف عليا بخسارة، والحاجات احنا بنسمعها من التجار دي. هل هذه أخلاق المسلمين؟ الإجابة لا طبعا، لأن الحلف بهذه الطريقة إذا كان الإنسان يعلم إنه بيحلف كذبا فهذا يمين غموس. إذا الإنسان يعلم إنه بيحلف على شيء كذبا فهذا اليمين يسمى يمين غموس، لأنه يغمس صاحبه في الإثم أو يغمس صاحبه في نار جهنم، وهو من كبائر الذنوب إنك تبقى بتحلف على حاجة كذب وانت عارف إن هي كذب. هذا اليمين الغموس على صاحبه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه كفارة يمين كما هو عند السادة الشافعية. طيب دي أخلاق أهل الكتاب، أنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون أنه كذب. المسلمين منهيين عن التشبه بأهل الكتاب في أخلاقهم، فالمسلم لا يحلف، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وهكذا. فالقرآن حثنا على ماذا؟ على أن احنا إذا تكلمنا لا نقول إلى الصدق. إذا اضطر المسلم للحلف يبقى لا يحلف إلا من باب تأكيد كلامه، ويتأكد أو يقول أو يؤكد كلامه
وهو ماذا؟ وهو صادق. طيب، فمن أخلاق أهل الكتاب التي سجلها القرآن عليهم والتي ما زالت مستمرة، وطالما القرآن سجلها، خد بالك معايا، القرآن كتاب خالد إلى قيام الساعة، فطالما القرآن سجل هذا الخلق فسيظل هذا الخلق ملازما لبعض أهل الكتاب على الأقل إلى قيام الساعة. ما هو هذا الخلق؟ الحلف كذبا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تعالوا نشوف ماذا قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله في هذه الآية. يقول: روى الشيخان وغيرهما إن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال اليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي، فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. طيب، الحكاية يا أخوانا أنه في مسلم كان بينه وبين يهودي أرض، يعني كأن هذا المسلم ائتمن هذا اليهودي على هذه الأرض وقال له: خليها معاك أو ارعاها أو كذا، تمام. ثم بعد فترة طالبه المسلم بأرضه، فقال له: لا، دي مش أرضا، دي أرضي. فاشتكى المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا بقى إلى عدالة الإسلام، انظروا إلى إنصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطبيعي في الحالات دي، وهذا الخلق مضاد لأخلاق اليهود بالمناسبة، إن اليهود دايما بياخدوا صف اليهود اللي زيهم، حتى في التوراة في كتبهم المحرفة وفي التلمود، إنك يجوز لك أن تكذب على غير اليهودي، وإنك تسرق غير اليهودي، وإنك ترابي مع غير اليهودي، وإنك تقتل غير اليهودي إذا استطعت. العكس تماما دين الفطرة، الدين الصحيح الذي جاءنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحز لطرف المسلم لمجرد أنه مسلم. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألك بينة؟ لأن في قاعدة موضوعية بتنطبق على المسلم وعلى غير المسلم، وهي أن البينة على من ادعى. أنت بتدعي أن دي أرضك، اثبت ده أنا مسلم، ملهاش علاقة، ملهاش علاقة أنت مسلم ولا غير مسلم. طب إذا كان اليهودي هو اللي بيشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقول له: ألك بينة؟ برضه نفس الكلام، فهو صلى الله عليه وسلم قاض عادل. قال: ألك بينة؟ قلت: لا. المسلم يقول: لا. فقال اليهودي: احلف. واليمين على من أنكر. فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب مالي. فهو خسران إيه؟ هو هيحلف، يعني اللي يسرق الأرض يحلف كذب، ولا بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى يفعل أي شيء. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات التي يتوعد فيها من يحلفون كذبا. طيب، هذه الآية من تخاطب؟ يعني من تخاطب هذه الآية؟ هل تخاطب اليهودي؟ الإجابة نعم، تخاطب هذه الآية اليهودي. لماذا؟ لأن هؤلاء اليهود يعلمون بنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتوعدهم في الآخرة: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ثمنا قليلا، إيه الثمن القليل؟ بعهد الله وأيمانه، يعني يعطون عهد الله، يعطون الأيمان الكاذبة، فبعد ذلك إيه؟ لماذا؟ مقابل حظوظ الدنيا، مقابل أخذ المال، مقابل أخذ المنافع. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم بما يسرهم، بل يكلمهم سبحانه وتعالى بما يسوءهم، ولا ينظر إليهم، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف، وإنما ينظر إليهم نظر غضب. قال: ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يزكيهم ولا يثني عليهم بجميل، بل يؤلمهم بالعذاب في الآخرة، ولا يزكيهم ولهم عذاب
ولهم عذاب أليم. ثم قال اليونسيطي رحمه الله: وأخرج البخاري عن عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى إن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه يوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآية. ده سبب نزول آخر لهذه الآية. طب ما معنى هذا السبب؟ السبب معناه أن في مسلم بيبيع سلعة فأراد أن يروج هذه السلعة بالحلف الكاذب. هذا الرجل الآن كذب وتشبه باليهود في أخلاقهم. طيب أي فنزلت الآية لتحذر هذا المسلم من هذا السلوك. طيب الآية احنا قلنا الآن سببين، فالآية نزلت عقب أي سبب من السببين؟ العلماء القرآن وعلماء الحديث يقولون إنه لا مانع أن يتعدد السبب والمنزل يكون واحدا، فيمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب الكثيرة التي ينزل عقبها آية واحدة. فحدث هذا وحدث هذا، الجامع بينهما معنى واحد، هو عدم تعظيم الله عز وجل، بحيث المسلم صار يحلف بالله كذبا مستهينا بعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا حصل مع يهودي وهذا حصل مع مسلم، فالآية تنزل لتعالج الموقفين بهذه الآية. فلا مانع أن تتعدد الأسباب ويكون العلاج النازل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى واحد. ثم قال الإمام السيوطي: وأخرج ابن جرير مع كلمة إن الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة وبدلوه وحلفوا أنه من عند الله. طيب إذن دي رواية ثالثة، إنه السبب في نزول هذه الآية إنه زعماء اليهود اللي منهم حيي بن أخطب واللي منهم كعب بن الأشرف والذين كانوا أعلم بكتب أهل الكتاب من غيرهم، وبالتالي يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وبالتالي يجب عليهم أن يأمروا قومهم وأن يؤمنوهم أولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ كتموا كل هذا وحلفوا لا نجد صفاتك في التوراة، لا نجد عندنا في كتابنا ما يدل على أنك نبي، وحلفوا على ذلك. فالله عز وجل هنا يتوعدهم بهذا: إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا. الثمن القليل أن يستمر حي بن أخطب زعيما في قومه، أن يستمر كعب بن أشرف زعيما في قومه. والإنسان يا أخواننا بطبيعته قد يفضل الجاه والمكان بين الناس عن الخضوع للحق. لذلك الجاه فتنة، المكان بين الناس فتنة، الشهرة فتنة، لأن الإنسان بيكون رجوع للحق أصعب، لأنه مش عايز صورته تهتز أمام الناس، لأنه هيتنازل، لأنه هيختار بعض المكاسب. يبقى إذا يشتروا إن الذين اشتروا ثمنا قليلا، ما هو ثمنا قليلا؟ عرض الحياة الدنيا، الشهرة، المكانة بين الناس، الجاه الذي يكون بين الأتباع وهكذا. يبقى إذا أيضا ده سبب يعتبر أو يمكن أن يعد هذا أيضا من الأسباب، من أسباب نزول هذه الآية. الحافظ ابن حجر قال الآية محتملة لذلك، يعني لفظ الآية يحتمل أن يكون أيضا هذا سبب لنزول الآية، لكن العمدة في ذلك ما ثبت في الصحيح، لأنه السببين اللي فاتوا أصح من حيث الإسناد، فيكون الأسباب الماضية التي ذكرناها قبل قليل هي المعتمدة في أن تكون سببا لنزول هذه الآية. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. خلاصة ما قلناه اليوم يا أخوانا إن المسلم عليه أن يتخلق بالأخلاق المحمدية الربانية التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب أخلاق الكذبة، أخلاق المنافقين، أخلاق الكاذبين، أخلاق أهل الكتاب السيئة التي دلنا عليها القرآن، والتي منها الحلف بغير الله، التي منها التآمر والكيد على هذا الدين، التي منها كتمان الحق،
التي منها ترويج السلع بالحلف الكاذب، التي منها عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، إلى آخر هذه الأخلاق المذمومة. والحمد لله رب العالمين.